في الحقيقة في حالة إيجابية وجديدة بيتم العمل عليها من خلال مشاركة المتعافين من تعاطي المخدرات في تأسيس مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان الجديدة في كل محافظات مصر. التجربة دي بتعد الأولى من نوعها في مصر وأيضا على مستوى العالم. مشاركة دي مصطفى بيتم تنفيذها ضمن مبادرة حرفي اللي بتستهدف تدريب المتعافين على حرف مهنية بيحتاجها سوق العمل. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من الأستاذ مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. اهلا بيك. يعني يمكن هذه الفكره وهذه المبادره هي مبادره مهمه جدا، فكره دمج المتعافين من تعاطي المخدرات مره اخرى وخلينا نقول يعني تدريبهم على عمل حرفي، ده شيء مهم جدا. لو حضرتك تكلمنا عن هذه المبادره بشكل اكبر. خلينا اقول لحضرتك يمكن احنا في صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي احنا الحقيقه بنشتغل على اكثر من محور، احنا عندنا كمان المحور العلاجي. يمكن احنا بنتميز في مراكز العزيمه التابعه للصندوق ان احنا كافه الخدمات اللي بنقدمها بتبقى وفقا للمعايير الدوليه، بمعنى ان الخدمات لا تقتصر فقط بس الخدمات العلاجيه على ساحه المواد المخدره من المريض، ولكن بتمتد الى خدمات الدعم النفسي والتاهيل الاجتماعي وايضا التمكين الاقتصادي اللي حضرتك اشرت عليه. احنا عندنا داخل المراكز العزيمه التابعه للصندوق مكافحه وعلاج الادمان ورش لتدريب المتعافين على حرف بيحتاجها سوق العمل، وده الحقيقه في اطار اعاده دمجهم مره اخرى في المجتمع، وكمان ايضا بيحد من الانتكاسه. ويمكن كمان الحقيقه احنا اطلقنا مبادره في غايه الاهميه اللي هي مبادره حرفي، ان احنا بندربهم على سوق العمل، ويمكن على مدار الفتره الماضيه دربنا اكثر من 14600 مريض على حرف بيحتاجها سوق العمل. مش بس كده، كمان احنا الحقيقه اطلقنا مبادره في غايه الاهميه اسمها بايدينا، ان كل مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان المقرر وجاري الاعداد لافتتاحها تمت بسواعد المتعافين، يعني كل اعمال الاساس تمت بسواعد المتعافين. ويمكن احنا عندنا 6 مراكز علاجيه تم الانتهاء من انشائهم وجاري الاعداد لافتتاحهم خلال العام الجاري، منهم ان شاء الله هيبقى مركز في محافظه الشرقيه واخر في دمياط، وعندنا ايضا في محافظه هنا وفي برضه في منطقه امبابه وايضا في سوهاج واسوان. كل المراكز العلاجيه الجديده المقرر الاعداد لافتتاحها تمت بسواعد المتعافين، ودي الحقيقه يمكن مبادره تعد الاولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط بل على مستوى العالم، ان المتعافين من الادمان هم اللي شاركوا في تاسيس المراكز العلاجيه الجديده. ايضا احنا الحقيقه كمان اطلقنا مبادره في غايه الاهميه اسمها بدايه جديده بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، ان احنا بنتيح قروض لتمويل مشروعات المتعافين طبعا، وده بيساعدهم على ايجاد مصدر رزق وطبعا في اطار اعاده دمجهم مره اخرى، وده الحقيقه كمان بيحد من الانتكاسه. أيه احنا طيب خليني ابص على المبادره الثانيه اللي حضرتك اتكلمت عنها، هل المتعافي من المخدرات ما بيقليش اي حرج ان هو يروح يعني يقدم على هذا القرض؟ يعني انا افهم ان هو يتعامل في محيطه، لكن هو يروح للبنك ويقدم هذا الطلب وبعد كده هيتعامل مع اكتر من موظف، الكلام ده عالجت القصه دي ازاي يا فندم؟ خلينا اقول لحضرتك احنا الحقيقه احنا بنسهل كل الاجراءات للمتعافين، لان زي ما قلت لحضرتك في بعض المتعافين اللي كانوا يعني منبوذين من المجتمع المحيط بيه، النهارده هو بيفتخر ان هو بقى شخص متعافي، النهارده بيفتخر ان هو شخص تم اعاده دمجه في المجتمع مره اخرى، بقى اصبح نموذج مشرف. وعشان كده احنا الحقيقه بالخدمات اللي بنقدمها بتبقى في كمان خدمات ما بعد العلاج، سواء زي ما قلت لحضرتك الدعم النفسي، حتى التاهيل الاجتماعي، حتى كمان ايضا التمكين الاقتصادي اللي هو ممثل سواء في تدريبهم على حرف بيحتاجها سوق العمل، لان احنا الحقيقه عندنا ورش لتدريب المتعافين داخل مراكز العزيمه. ويمكن في الاجتماع الاخير معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن ورئيس مجلس اداره الصندوق وجهت الحقيقه باستمراريه تنفيذ مثل هذه الانشطه، سواء اذا كانت المتعلقه بالتمكين الاقتصادي او حتى كمان بالدعم النفسي والتاهيل الاجتماعي. انا عايز اقول لحضرتك كمان احنا عندنا النهارده 28 مركز علاجي في 17 محافظه، مراكز تابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والجهات الشريكه
للخط الساخن للصندوق اللي هو 16-23، وايضا كمان بصدد افتتاح 6 مراكز علاجيه جديده. وعايز اقول لحضرتك ان الدوله المصريه من الدول القلائل اللي بتقدم كل هذه الخدمات مجانا وبسريه تامه، وبنأكد ان كل الخدمات سواء فيما يتعلق بالخدمات العلاجيه اللي هي الخاصه بسحب المواد المخدره، او حتى خدمات التأهيل النفسي وكمان الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، كل هذه الخدمات بتقدم مجانا وبسريه تامه ووفقا للمعايير الدوليه. لان المراكز اللي هي خاصه بصندوق مكافحه وعلاج الادمان الحقيقه بيبقى عندها يعني انشطه متعدده، بيبقى عندنا انشطه ثقافيه، انشطه ترفيهيه، انشطه رياضيه، كلها داخل هذه المراكز. كل الخدمات اللي احنا بنقدمها بتبقى مجانا وبسريه تامه. احنا بالتوازي ايضا مع تقديم الخدمات العلاجيه لمرضى الادمان على مستوى محافظات الجمهوريه، الحقيقه كمان احنا بنشتغل على المحور الوقائي لتوعيه وحمايه اولادنا سواء في المدارس او الجامعات او حتى في المناطق المطوره او في القرى الخاصه بالمبادره الرئاسيه حياه كريمه، بنوعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة. يمكن هي الوعي ده، فكرة العمل على رفع الوعي دي يعني خلينا نقول ان هي حجر الأساس. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الأستاذ مدحت وهبة المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، شكرا جزيلا لحضرتك.